الثالث من ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة، نصب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، وذلك بعد تبنيه من قبل المؤتمر العام لليونسكو بعد إعلان وودنهوك عام 1991، يكفل الحق في حرية التعبير تقييم حرية الصحافة حول العالم والاعتراف بدور الصحفيين ورؤساء التحرير والنشطاء الذين فقدوا حياتهم لأداء مهنتهم. الدستور الجزائري يكفل في مادته 50 حرية التعبير للصحافة. التشريعات في الجزائر يعني أنا أشوفها أنها ممتازة جدا بخصوص الحرية الإعلامية، ممتازة جدا، والعكس هو صحيح، أنها تشجع على الحرية الإعلامية ولا تعرقلها. ولكن في خلال عملية التنفيذ هناك حدثت كثير من الأشياء، مثلا الدستور وقانون الإعلام ينص على سلطة الضبط وتجاوزنا الحدود ولم ننصبها. يحق للجزائر أن تفتخر بدسترتها حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وحتى على الشبكات الإعلامية بدون قيد وكل شكل من أشكال الرقابة القبلية، دستور يضمن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مع احترام ثوابت الأمة وقيمها واحترام حقوق الإنسان. هي حرية الصحافة لا حدود لها، هذا أمر حقيقي وواقعي. علاش؟ لأن اليوم الحكومات في كل دول العالم مش غير في الجزائر فقط، الحكومات لم يعد بمقدورها مراقبة المعلومة أو تستر على المعلومة، فالمعلومة هاتف نقال بمقدوره أن يفضح قرار سياسي، مستخدم بسيط في الفيسبوك بإمكانه أن يفضح مدير شركة. إذن اليوم التحجب على المعلومة لم يعد ممكن على الإطلاق، وبالتالي حرية التعبير أصبحت لا حدود لها. بعض التجاوزات الحاصلة في الممارسات الإعلامية من سب وشتم وقذف ومساس بحريات الأفراد والمعلومات الزائفة يردها المختصون في المجال إلى نقص التكوين والتأطير المرتبط بحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. التكوين في الجامعات الجزائرية هو تكوين ضعيف بالنسبة للصحفيين، ربما ظروف التكوين لم تساعد على ذلك، ولكن في نفس الوقت يعني الصحفي عندما يتخرج من جامعات الإعلام أو من كلية الإعلام ويتوجه إلى المؤسسات الإعلامية كذلك ما يسمش اللي يتكفل به أحسن تكفل. بروز صحافة المواطن كشكل جديد للممارسة الصحفية خلق مشكل التسابق في نقل المعلومة دون التأكد من مصداقيتها الذي لم يكن مطروحاً في الزمن السابق، والذي يقلل من قيمة المضمون الإعلامي الذي يصيغه الصحفيون المحترفون الذين يشتغلون في وسائل الإعلام. إذن حرية التعبير أو تكنولوجيا المعلومات عززت حرية التعبير عند المواطنين، ولكنها لم تحولهم إلى صحفيين. إذا سمحنا أننا المواطنين يتحولوا إلى صحفيين وهم لم يدرسوا الصحافة، فلنسمح لهم يتحولوا إلى أطباء، وهذا غير منطقي. حتى الأزمة الاقتصادية رمت بظلالها على الصحافة الجزائرية رغم محاولاتها الصمود، وتسببت في غرق الكثير من الصحف. ملف استحداث صندوق دعم الصحافة العمومية الذي هو قيد الدراسة ربما سيكون حلاً لبعض الصحف على تحمل تبعات هذه الأزمة. الوضع الاقتصادي لوسائل الإعلام يؤثر على حرية الصحافة، ونحن نعرف أنه منذ تراجعت مدخول الجزائر من حيث مداخل المحروقات، يعني مداخل الصحافة من ناحية الإعلانات تراجع، أثر على الوضع الصحفي وأدى إلى إغلاق عشرات الصحف في الصحافة المكتوبة. وبالموازاة نشأت صحف يعني الإلكترونية، ولكنها لحد الآن لا تلقى الدعم المادي اللازم حتى تزدهر أكثر فأكثر. على الرغم من ذلك يبقى جزء من الصحافة بالعالم يعاني من مساس في حرية التعبير. هذا اليوم الذي نحتفي به كل سنة يدعونا إلى تقييم حالة حرية الصحافة على المستوى الوطني والدولي. الصحافة في الجزائر هي التي تقوم بدور الرقيب الاجتماعي أكثر من الأحزاب وأكثر من البرلمان، هي التي تنتقد، هي التي تتعرض للنقد من قبل الحكومة ومن قبل الوزراء، إذن راهي تقوم بالدور تاعها كما ينبغي. إذن الحرية هي كل متكامل لا يقبل الترقيع ولا يقبل التجزئة ولا الحل الوسط. من المهم أن تكون الصحافة الجزائرية حرة ومسؤولة
وذلك بالابتعاد عن الإساءة والمساس بالأشخاص. ومن المهم أيضاً أن تتمتع بكافة الحقوق التي تخدم حرية التعبير، وذلك من أجل القيمة التي تجلبها الصحافة لمجتمعاتنا.